واحد بيقول نادرت الذبيحة للكنيسة، فما رأي قداستكم لو اني اشتريت لحم مقطع بكميات مختلفة بمبلغ يساوي ثمن الذبيحة؟ شوف يا ابني، النذر ده اتفاق بينك وبين ربنا لا تغير فيه ولا تبدل فيه ولا تأخر فيه ولا تنساه. وفي سفر الجامعة 5:5 بيقول خير لك انك لا تنذر من انك تنذر ولا تفعل. فالنذر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ذبيحة يعني ذبيحة. واللي يخليك تجيبها لحمة مقطعة؟ دام الثمن هو الثمن، فإذا كان الثمن هو ثمن اللحمة، طب إيه رأيك في الفروة ورأيك في ال كمان كلمة ذبيحة بتحمل معنى معين اللي هو سفك دم من أجل ربنا، يعني مش مسألة لحمة بس، في لحمة وفي دم. وانا من رأيي قبل ما تنذر تفكر فيها، نادر ذبيحة هل انت تقدر على كده ولا لا، ان ما قدرتش ادينا فيها قبل ما تنذر تغير، لكن بعد ما تنذر ما تغيرش.